أهلا بكم متابعي قناة فروم روكو في نشرة إخبارية جديدة وهذا أبرز عنوانها دارك أيت باها يحصل على صيد ثمين بعد توقيف سيارة مشبوهة ولن نتفاصيل تفاصيل لكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو تمكنت مصالح الدرك الملكية التابعة للمركز الترابي بأيت باها من توقيف سيارة مشبوهة كان على متن سيارة خفيفة وذكرت مصادر مطلعه لاكادير 24 بان عناصر الدرك الملكي قامت بتوقيف السياره واخضعتها لتفتيش دقيق بعدما تبين ان مرافق السائق عنده سوابق عدليه في مجال الانتشار في المخدرات وأضافت ذات المصادر بان عمليه التفتيش مكنت من حجز أزيل من نصف كيلوغرام من مخدر الشيره كانت مخبأة بعنايه هذا وقد تم اخضاع الموقوف لتدابير الحراسة النظرية من أجل استكمال الأبحاث التي تشرف عليها النيابة العامة المختصة